شكرا جزيلا لكم كاملين لان الوجوه اللي ولفناها وداو واحد بحال وحدين من الناس ونص مصري بالنسبه كنقولوا مرحبا مرحبا لا لا علاش كيف حسوا معنا شرف لي نقولوا هذا الشيء ونشكركم على هذا العمل ديالكم. بالنسبه للتعريف ديال الوكيل العقاري فيه اختلافات لان الدوله كتهضر التعريف ديال الوكيل العقاري طبقا لقوانين منتصره ولكن احنا في العاميه كنهضروا على الوكيل العقاري كنعطيو السمسار العام وهذا تقرير للراي ديال السمسار لهذا بغينا الجمعيات ياخذوا مبادره باش ياثروا هذه القصه المصريه اللي مازال ما طلعوش المستوى ديال الوكيل العقاري لان كتخرج عليهم واحد الشهاده اداريه كتعطيها السلطات هي ديك الشهاده الاداريه مديوره غير باش يحل المحل ديالو وما كيشدوا كيخدموا بها وهذا غادي نوضحوا الاشكال نهار يخرج القانون ولهذا كنطالبوا بالاخوان باش ينقلوها في المداخلات ديالهم وكنطالبوا رئيس الفيدراليه باش يبدا يهضر مع الوكلاء يستجر لهم هذا الموضوع بالنسبه للقضيه ديال الوكيل العقاري ممكن نقسموا على بزاف ديال الجهات كاين الوكيل العقاري كاين الوسيط العقاري وكاين الدلال وهاد الدلال خصنا نديرو ليه تما واحد التخريجه ديالو في القانون لان الدلال هو داك السيد اللي كيدور هو اللي كيدير السلعه خاصو وما يبغيش يخدم حتى مع حتى شي واحد في الاطار ديالو يقدر يخدم بشراكه مع الوكيل العقاري ولكن ما يخدمش حتى هذاك خصنا نديرو ليه حتى هو واحد البوابه ديالو فين يلقى راسو واخا يكون اتاشي الوكيل العقاري وكاين العامل ديال هذاك ديال لي زاجونس هذاك ما كنهضروش عليه بالنسبه للبوابه الالكترونيه اللي هضر عليها السي حسن البوابه الالكترونيه مولاي شريف كندخلوا لها كنلقاو مبلوكي او الهيئه كذلك فاش كندخلوا للهيئه كندخلوا لها ولكن ما كيصيفطوش لنا الميساج لان النمره خرجت السي حسن البوابه ديالكم كندخلوا ليها كنلقاوها بلوكي وهذا كتلقينا فيها مشكل داكشي علاش ما كنتقيلوش وكان من هنا من عرض المنبر هذا بغيت نوصل كلمة ديال الوكالة العقارية خاصة وعامة سماسر اون جينيرال إلى رئيس الحكومة باش يشوف هاد الإخوان هادو ويحاول يساعدنا باش نخرجوا هذا القانون هذا وكنقول للبرلمانيين اللي صوتوا عليهم هذه الأمة هذه يوليو رجال ويخرجوا هذا القانون وشكرا لكم.